أهلا بيكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هناخد ثالث عامل من العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي. العامل ده اللي هو العوامل الحفازة، هنشوف خصائصه والتجارب من بنك المعرفة. العامل الحفاز تعريفه هو مادة تغير من معدل سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تتغير. كيف تعمل العوامل الحفازة؟ احنا عرفنا ان العامل الحفاز مادة بتزود من سرعة التفاعل الكيميائي بس. فمثلا عندنا هنا الأنبوبة دي فيها مواد متفاعلة، لو هي هتتفاعل لوحدها هيبقى التفاعل بطيء. تعالوا لما نضيف لها 1 جرام من العامل الحفاز اللي هي مادة كيميائية تستخدم كعامل مساعد لزيادة سرعة التفاعل، فهنضيف 1 جرام من العامل الحفاز لها مع المواد المتفاعلة، هنلاقي إن التفاعل سرعته بقت كبيرة، وهتطلع النواتج اللي هي بعد السهم المواد الناتجة من التفاعل، وهنلاقي فضل في الأنبوبة 1 جرام من العامل الحفاز. يعني بمعنى إن أنا دخلت في التفاعل 1 جرام من العامل الحفاز، وبعد انتهاء التفاعل وبعد خروج المواد الناتجة من التفاعل فضل، لقيت برضو 1 جرام من العامل الحفاز موجود زي ما هو. يبقى معنى كده ان هو كتلته مش بتقل، وان هو بيدخل في التفاعل وبيخرج من التفاعل زي ما هو. هو كل وظيفته انه بيساعد على زيادة سرعة التفاعل بس. عندنا نوعين من العوامل الحفازة، في عامل حفاز موجب وعامل حفاز سالب. العامل الحفاز الموجب هو العامل المساعد او العامل الحفاز اللي بيزيد من سرعة التفاعل الكيميائي. العامل الحفاز السالب او العامل المساعد السالب ده بيقلل من سرعة التفاعل الكيميائي. خصائص أو خواص العوامل الحفازة أو العوامل المساعدة: أول خاصية إنه يغير من سرعة التفاعل الكيميائي، لا يحدث له أي تغير كيميائي أو نقص في كتلته قبل التفاعل أو بعد التفاعل، يرتبط أثناء التفاعل بالمواد المتفاعلة ثم ينفصل عنها لتكوين النواتج في نهاية التفاعل، يقلل من الطاقة اللازمة للتفاعل، يكفي للتفاعل كمية صغيرة جدا من العامل الحفاز. دلوقتي هنشوف التجربة دي. التجربة دي بتوضح دور العامل الحفاز في زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. فهنا هنشوف دور العامل الحفاز في زيادة سرعة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين. فوق أكسيد الهيدروجين ده اللي هو ماء الأكسجين. هنجيب أنبوبتين اختبار، هنحط فيهم فوق أكسيد الهيدروجين كميات متساوية، وهنيجي في الأنبوبة اللي على الشمال نحط عليها عامل حفاز الأسود اللي هو فوق، اللي هو ثاني أكسيد المنجنيز اللي هو لونه أسود. وبعد كده هنلاحظ إن زيادة نسبة فقاعات الأكسجين اللي طالعة في الأنبوبة اللي استخدمنا فيها العامل الحفاز أو العامل المساعد، وهنستنتج ان بيتفكك او فوق اكسيد الهيدروجين H2O2 بيتفكك الى 2 جزيء من المية H2O زائد جزيء من الاكسجين، وان سرعة الانحلال سرعة انحلال فوق اكسيد الهيدروجين بتزيد لما بنستخدم العامل المساعد، وده بيؤدي الى زيادة نسبة الاكسجين اللي بيتصاعد من التفاعل الكيميائي. ثاني أكسيد المنجنيز هنا عامل مساعد موجب. تجربة لملاحظة تأثير أحد الأنزيمات على تفكك بيروكسيد الهيدروجين اللي هو ماء الأكسجين أو فوق أكسيد الهيدروجين. هنجيب هنا كاسين وهنحط فيهم كميات متساوية من فوق أكسيد الهيدروجين. في أحد الكاسين هنحط فيه قطعة من البطاطا الحلوة كمصدر للأنزيم، لأن البطاطا الحلوة بتحتوي على أنزيم. وبعد كده هنشوف تصاعد غاز الأكسجين، هنلاحظ إنه بيتصاعد فقاعات من غاز الأكسجين في الكاس اللي بيحتوي على البطاطا، بينما الكاس اللي مفهوش البطاطا لا يتصاعد منه فقاعات من غاز الأكسجين، وده دليل على إن الأنزيمات بتسرع من التفاعل الكيميائي أو بتسرع من حدوث التفكك لمادة فوق أكسيد الهيدروجين. فالأنزيم عامل حفاز حيوي يسرع من معدل التفاعل دون أن يستهلك. التكنولوجية للعوامل الحفازة: المحول الحفاز ده حاليا موجود في السيارات الحديثة، وهو عبارة عن أنبوب بيطرد الغازات الناتجة من عوادم الاحتراق.
وهي أنبوبة لها 3 شعب وبتتكون من وحدات على شكل خلايا النحل الشمعية ومطلية بطبقة رقيقة من معدن محفز اللي هو عادة بيكون البلاتين أو الإيريديوم أو البلاديوم. والمحول للحفاز هنا وظيفته إنه بيقوم بتحويل الغازات الضارة الناتجة من عوادم احتراق الوقود في السيارات إلى غازات لا تسبب أضرار، يعني مثلا بيقوم بتحويل غاز أول أكسيد الكربون إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، بيقوم بتحويل غاز ثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد النيتروجين إلى غاز نيتروجين، يعني بيحول الغازات إلى العوادم السيارات دي إلى غازات غير ضارة. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هناخد باقي العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي.